مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده، واحد من الناس. واحد من الناس في عام 2020 ان شاء الله بيستمر في تقديم كل الاعمال الخيريه اللي احنا تعودنا عليها، بل بالعكس احنا كمان هنزودها. يعني عايز اقول لكم احنا السنه دي ان شاء الله في 2020 هنضاعف عدد رحلات العمره، بدل ما كانت 25 ان شاء الله هتبقى 60. هنزود ايضا مشروعات الخير اللي احنا بنعملها، هنزود ايضا مشروعات الصغيرة اللي احنا بنمول بيها الشباب اللي عايزين يعملوا مشروعات صغيرة، هنزود كمان عمليات الجراحية اللي احنا بنقوم بيها، سواء عمليات القلب او غيرها من عمليات للكبار والصغيرين. مستمرين في علاج غير القادرين، مستمرين في توصيل المية باعداد اكبر ان شاء الله عن العام الماضي، مستمرين في الإفراج عن الغارمين والغارمات عشان يعيشوا حياتهم بشكل مستقر مع أهليهم، مستمرين كمان في جهاز العرايس، وإن شاء الله السنة دي احنا بنقدم 5000 جهاز عروسة عشان نجهز بناتنا وشبابنا إنهم يتجوزوا وإن شاء الله يعيشوا حياة سعيدة، مستمرين في توفير فرص العمل وتدريب الشباب للتأهيل لفرص العمل، مستمرين كمان في توصيل حنفيات المية في قرى اللي ما عندهاش مية، وأيضا احنا كمان مستمرين في التعبير عن مشاكل الناس. كاميرا هتنزل الشارع، هتعبر عن مشاكل الناس، وهنجيب المسؤولين عشان يحلوا مشاكل الناس. واحد من الناس ان شاء الله في 2020 هيكون دايما بيلبي رغباتكم واحتياجاتكم بإذن الله.